من جديد أعود إلى تطورات المعارك ضد داعش والتي في العراق التي ستفتح مرحلة جديدة وهي المعركة ضد داعش في القائم تحديدا. حول الموضوع من جديد أعود إلى ضيفي عبر الهاتف من بغداد المقدم عبد الأمير محمداوي مدير الإعلام في فرقة رد السريع. سيادة المقدم، بعد الموصل معركة جديدة الآن تفتح ضد داعش في القائم، الاستعدادات لهذه المعركة وما تتطلبه المعركة الآن؟ نعم، المساء رحيت مع الشاشة الكرام استعدادات جاهزة وكاملة للعمليات القادمة لتحرير ما تبقى من المناطق التي يسيطر عليها تنظيمات الإرهابية داعش مثل في غرب العراق أو في الشمال غرب اللي هي الأعفر ومنطقة عراوة وعرمة ومنطقة مناطق اللي مسيطر عليها. القوات الحالية جاهزة لتنفيذ الأوامر في بعض المناطق في استهداف تنظيمات داعش عن طريق الأهداف من قبل طيران الاستشارات والقوات الجوية بالتحرير وتحريرها بالكامل. طيب سيادة المقدم، كما ذكرت يعني وحتى سمعنا قبل فترة بأنه أيضا تل عفر سيكون فيها معارك ضد داعش، القائم وتل عفر، بالنظر إلى المواقع الجغرافية للمنطقتين يعني في الخريطة الجغرافية أظن بأنه المسافة بعيدة ما بين المنطقتين، هل سيكون هناك تنسيق للعمليات أو كيف سيتم تنسيق لبدء عمليات في مناطق جغرافية متباعدة؟ كما شاهدنا بتحرير مدينة باختلاف التضاريس والمناطق الجغرافية والمناخية، أيضا سوف نشهد في هذا المناطق لدينا قوات مختلفة في المعارك حسب التضاريس المنطقة ومناخها كانت صحراوية أو سفلية أو سكنية. نعم، يعني أنا قصدت بأن المنطقة يعني تل عفر والقائم بعيدين بمسافة، يعني مسافة بعيدة جدا ما بين المنطقتين، هل سيكون هناك تنسيق موحد للمنطقتين أم كيف سيتم التنسيق لبدء عمليات في مناطق بعيدة حتى بالمسافة فيما بينها؟ تنسيق كامل في تحرير منطقتين كاملتين لأنه مسافة كبيرة جدا، يوجد الاستطلاع الجوي، يوجد المساعدة والتحالف بالاستطلاع الجوي كالأقمار الصناعية. هناك يعني سوف يكون قيادة عمليات معركة للتنسيق فيما بينهم. طيب تحديات في المرحلة الحالية من هذه المعارك سواء في القائم أو في تل عفر، أيضا كيف يمكن الاستفادة من نجاح العمليات في الموصل بشكل يساعد على نجاح العمليات التي ستبدأ أيضا؟ حاليا وفق المعلومات الاستخباريه يتم استهداف المقرات القياديه والمقرات المهمه لداعش في تلك المناطق. نعم، يعني تمهيدا لاقتحامها. نعم، شكرا لك على هذه المداخلة. إذن المقدم عبد الأمير محمداوي مدير الإعلام في فرقة رد السريع كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا لك.